الموضوع اللي هنتكلم فيه هو مقاييس الانفعال اللي او ما تسمى بالسترينج ايجز. والسترينج ايجز عباره عن عناصر او سنسورز حواس كهربيه بنستخدمها في قياس الاحمال. وعلى وجه العموم احنا بنستخدمها في قياس معظم انواع الاحمال الميكانيكيه. وهنا لما بنتكلم هنا على الاحمال بنتكلم على الاحمال الميكانيكيه، وبيخش في اعتبارنا الاحمال الثيرمال لودز او الاحمال الحراريه اللي ممكن تتولد في الاجزاء بتاعتنا. السترينج جيجز دي بتستخدم في حاجتين، في القياس على وجه العموم يعني بتستخدم في القياس وعمليات التحكم. المقصود في عمليات التحكم اللي هي بتستخدم كسنسور يديني اشاره بيتم دخولها الى منظومه معينه يتم بيها عن طريقها التحكم في كمية مطلوبة، ممكن يكون تحكم في تشغيل جزء او فصل جزء عن العمل. وبالتالي فهي ليها استخدامين، استخداماتها في القياسات المكانية في الميجرمنت، واستخدامها في الكنترول او في الاوتوماتيك كنترول في التحكم الالي. هنتعرض احنا في الباب الاول الى بعض الاسس اللي احنا المفروض نعرفها عشان نتعامل مع السترينج جيجز، من حيث انواع الاحمال الميكانيكية اللي عندنا ايه وكيفية التعامل معاها، من حيث العلاقة بينها وبين السترينج جيج وأنواع الإجهادات المتولدة عنها، وده اللي احنا هنتكلم عليها في الباب الأولاني. أي جزء ميكانيكي يكون عليه أحمال، الأحمال دي أحمال ميكانيكية، ممكن تبقى عليه أحمال أخرى، أحمال حرارية، لكن احنا بنتكلم على الأحمال الميكانيكية. الأحمال الميكانيكية اللي هي اللودز دي في الواقع هي مجموعة من الحاجات. اللود هنا مش معناه فورس، لا، اللود هنا معنى ممكن يكون قوة فورس، ممكن يكون عزم انحناء بندنج مومنت، ممكن يكون قوة قص، ممكن يكون تويستنج مومنت. دي أربع أنواع الأحمال الميكانيكية اللي احنا ممكن نتعرض لها. وبالتالي فالقوة تعتبر لود، ولكن مش كل اللودز قوة. يعني القوة نوع من أنواع الأحمال، القوة اللي هي الفورس نوع من أنواع الأحمال من اللودز، لكن كلمة لود ممكن يكون قوة، ممكن يكون عزم انحناء أو عزم دوران، ممكن يكون قوة قص. القوة دي لما بتأثر على أي جسم بيكون ليها تأثيرين، ستريسز إجهادات وسترينز انفعالات. قيمة الانفعال بتتوقف على قيمة الإجهاد، وقيمة الإجهاد بتتوقف على الانفعال، يعني الاثنين مرتبطين مع بعض. انه اللي بيحصل اول، يعني على العموم احنا بنعتبر ان الاجهاد هو اللي بيولد لي الانفعال، وبالتالي انواع الاجهادات اللي ممكن تولد عندي بتبقى حاجه من ثلاثه، في حاجه اسمها يوني اكسيال، وفي حاجه اسمها باي اكسيال، وفي حاجه اسمها تراي اكسيال. دي انواع الاجهادات من حيث تاثيرها على الجزء ازاي، يعني من حيث هل هذه القوه بتاثر في مستوى واحد او مستويين او اكتر من مستويين. دي اللي هي اليوني اكسيال والباي اكسيال والتراي اكسيال. لو هي بتأثر في مستوى واحد بنسميها يوني اكسل، لو بتأثر في اتجاهين بتبقى باي اكسل. بس لما تكون بتأثر في اتجاهين كباي اكسل دي ليها شرط، او تراي اكسل برضو ليها شرط تاني، ان انواع الاحمال دي بتكون انواع الاجهاد دي بتكون اكتر من نوع، لان انواع الاجهاد اساسا هي في حاجه اسمها اللي هو التقسيم التاني اللي هو نورمال ستريس وشير ستريس. وبالتالي لو جزء عليه نورمال ستريس بس بيبقى يوني اكسل، لو عليه نورمال ستريس وشير ستريس بيبقى باي اكسل او تراي اكسيال. لو الاحمال بتاعت النورمال ستريس دي على في مستويين، مستويين بتأثر للجسم، مستويين يعني بتأثر في بلين مثلا اكس وبلين عمودي عليه واي، يعني قوه عموديه وقوه افقيه، في الواقع ان هذه القوه ما بنعتبرهاش يوني باي اكسيال، بنعتبرها يوني اكسيال طالما ان نوع الاجهاد الوحيد، نوع واحد من الاجهاد بيأثر عليها اللي هو اجهادات عموديه نورمال. نفس الكلام بالنسبه للشير ستريس، لو الشير ستريس اثرت لوحدها على الجسم فبيبقى يعتبر يوني اكسيال مع بعض يعني التحفظات، لكن يعتبر برضو يوني اكسيال او بنتعامل معاها كيوني اكسيال في تحليلها في حاله السترينج جيجز. ولكن لو كانت نورمال مع شير فدي بتديني حاله باي اكسيال او حاله تراي اكسيال. في الواقع احنا في التصميمات الميكانيكيه عاده بنشتغل على يوني اكسل وباي اكسل، وحتى حاله تراي اكسل بنحولها الى حاله باي اكسل، وبنتعامل معاها ان هي باي اكسل
كونديشن او ستيت اوف ستريس، بمعنى ان بنعتبرها تحميل في مستويين. اما انواع الاسترينز اللي بتولد عني فهي اما لينير سترين او شير سترين. لينير سترين ده بينشا نتيجه النورمال ستريسز، والشير سترين بينتج نتيجه الشير ستريس. يبقى اذا ارتباط نوعيه الاسترين مرتبط بالاسترس. لو الاسترس اللي بيأثر عندي او الاجهاد اللي بيأثر عندي على الجزء كان اجهاد عمودي، بيكون التأثير بتاعه زيادة او نقص في الاطوال، دي اللي احنا بنسميها لينير سترين. لكن لو الاجهاد اللي مأثر عندي على الجزء بتاعي يعني قصي شير، فبيكون تأثيره على الجزء تأثير بيعمل شير ستريس، اللي هو ديفورميشن في الشكل او لي في الشكل، تويستنج في الشكل، ده اللي احنا بنسميه شير سترين. هنشوف الكلام ده ببعض التفاصيل بعد كده. في الاول عشان نتكلم على اساس عمليات القياس، لازم نعرف ان الاسترين عبارة عن تعريفه هو عبارة عن تغير في بعد على البعد الاصلي. وهذا التغير في البعد على البعد الاصلي طبعا بيبقى ابعاد ديمنشن، لسه يعني ملوش ابعاد. والاسترس او الاسترين ده هو بيكون ناتج نتيجة استرس، ودي برضو مقولة لازم ناخدها بشيء من التحفظ، لان عادة اللي بيبدو في الذهن ان كل استرين موجود في مكان ما لازم يكون فيه استرس، ولكن هذا الكلام ما هوش دقيق او ما هوش صحيح، لان ممكن يكون في اماكن ما فيهاش استرس وفيها استرين، والعكس صحيح، ممكن اماكن يكون فيها استرس وما فيهاش استرين. دي هنعرف الكلام ده بعد كده، لكن مبدئيا ممكن نقول ان الاسترس بيتولد في الجزء نتيجة الاحمال يطرد عنه استرين. وبالتالي فالاسترينز احنا ممكن اول حاجة نحسبها عن طريق بعض المعادلات، ومعادلة قانون هوك اللي هو ان هو ان موديلس اوف الاستريس يساوي الاستريس على الاسترين، ده ضمن معادلة رئيسية بتستخدم في حسابات الاسترين بمعلومات الاسترس ومعلومات خصائص الخامة. دي طريقة. الحاجة التانية الاسترينز دي احنا ممكن نحصل عليها او نقيمها عن طريق القياسات الميكانيكية او عن طريق القياسات الكهروميكانيكية اللي هي باستخدام الاسترين جيجز، وده اللي احنا هنتعرض عليها دلوقتي. لو بصينا دلوقتي الاول نتعرض لانواع الاحمال اللي ممكن تتعرض للجسم، فنلاقي ان الاحمال الميكانيكية اللي ممكن يتعرض لها اي جسم هما اربع احمال رئيسية، اللي هو نورمال لود، وعادة بالرمز اف، بيندنج مومنت، كلمة اتنين بنعرض له بنرمز له بالرمز ام بيندنج اللي هو عزم الانحناء، شير فورس قوه قص بنرمز لها بالرمز كيو، وتويستنج مومنت اللي هو التورك او عزم الدوران، وعاده بنرمز له بالرمز ام تي. النورمال فورس والبيندنج مومنت دول ليهم نفس التاثير على الجسم، بمعنى ان هما بيدوني نورمال ستريس بنسميه سيجما، ومعنى ان هما ليهم نفس التاثير معناها ان نفس الاثنين تاثيرهم على الجسم من حيث الانفعال اللي بيحصل فيه او الاسترين بيحصل فيه بيبقى انفعال طولي، يعني بيحصل زياده في الطول او نقص في الطول، وعشان كده الاثنين بيدوني اجهاد بنسميه نورمال ستريس. ولو عندي جسم عليه نورمال ستريس ديو تو او ناتج من فورس اف ونورمال ستريس ناتج من عزم انحناء ام بيندنج، ممكن الاثنين دول الاجهادين دول ناتج من الاثنين دول اجمعهم على بعض جمع جبري عادي، لان الاثنين دول تاثيرهم لهم نفس نوع التاثير ونفس نوع الاجهاد بترد عليه. اما بالنسبه للشير فورس اللي هي قوه القص وعزم الدوران، فالاثنين دول تاثيرهم بيعمل عمليه ديفورميشن في الشكل او بيعمل عمليه تشكل في الجسم بتاعي، فعشان كده الاجهاد الناتج عنهم بيكون نوع اجهاد قصي بنسميه شير سترين وبنديله رمز بتاعه. وزي ما قلنا قبل كده ممكن الجسم يكون عليه نورمال ستريس بس، في الحاله دي بنتعامله كانه يوني اكسيال. ممكن يبقى عليه نورمال ستريس وشير ستريس، وفي الحاله دي بنتعامل معاه كما لو انه او بنتعامل معاه انه هو باي اكسيال ستيت اوف ستريس، يعني حاله تحميل مزدوج. بس ناخد في ملحوظه لازم نقولها، ان تاثير الشير ستريس الناتج من الشير فورس كيو لو قارناه بالشير ستريس الناتج من التويستنج مومنت او من عزم الدوران او من التورك، بنلاقي ان الشير ستريس الناتج من قوة القص بيكون قليل جدا 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 بالنسبة للاجزاء الميكانيكية المعرضة الى شير من الى تورك. وبالتالي في معظم الاحيان بنهمل
تأثير الشير ستريس الناتج من الشير فورس، لأنه تأثيره بيبقى صغير ما بيزيدش عن 1% من قيمة الشير ستريس الناتج من التويستنج مومنت، وبالتالي القيمة دي بتبقى قيمة صغيرة جدا جدا بنهملها وما بتديناش أي خطأ في عمليات التصميم الميكانيكي. ولازم ناخد بالنا من إيه؟ من النقطة دي، دي نقطة مهمة. ولكن احنا بندخل في الاعتبار الشير ستريس الناتج من الشير فورس بالنسبه للاجزاء الميكانيكيه المعرضه الى بيور شير او الى بيور شير فورس، يعني قوه قص صريحه، زي مثلا لو في عندي بنز بيربط جزئين مع بعض، زي بالظبط البنز اللي بيربط سياره بالمقطوره بتاعتها، ده بيبقى معرض للشير فورس، ففي هذه الحاله ما نقدرش نهمل قيمه الشير فورس الناتج منها. او مثلا زي المسامير، بعض المسامير بتستخدم في ربط الكابلينجز الفلانج كابلينجز، فدي برضو بتبقى معرضه الى شير فورس، طبعا دي لازم نصممها على الشير فورس وبندخل في الاعتبار بتاعها قيمه الشير ستريس. ولكن في الاعمده او في الباور ترانسميشن عموما، لما بيكون الجزء الميكانيكي بتاعي عليه تورك وعليه شير فورس، الاثنين هيدوني شير ستريس، لكن في هذه الحاله بهمل على طول قيمه الشير فورس، او بهمل تاثير الشير فورس، او بهمل الشير ستريس الناتج من الشير فورس. هنتكلم دلوقتي عن اول حاجه عن النورمال ستريس، ثم هنطبقه بعد ذلك بالكلام على الشير ستريس. زي ما عرفنا دلوقتي ان النورمال ستريس ممكن ينشا من نورمال فورس او من بيندنج مومنت، بس بدايه لازم نعرف ان النورمال ستريس مرتبط بحاجه احنا بنسميها لينير سترين، معناها زياده او نقص في الطول. يعني لو عندي عمود زي اللي ظاهر قدامي دون طوله ال مستدير المقطع، ثم هذا العمود عرضته الى قوه شد اف زي ما واضح قدامنا، هلاقي ان الطول بتاعه هيزيد، بدل ما كان ال هيبقى ال واحد، وبمعنى انه زاد بمسافه دلتا ال. نفس العمود هو الاولاني دون، بدل ما كنت اثر عليه بقوه شد، لو اثرت عليه بقوه ضغط هلاقي ان العمود بتاع بينقص بمسافه اسمها دلتا ال. وبالتالي الدلتا ال دي احنا بنسميها الالونجيشن في الحاله الاولى لما يكون زياده، او الكونتراكشن في الحاله الثانيه لما يكون انضغاط، يعني اما زياده في الطول او نقص في الطول. ودي بتديني، طالما ان هي لينير فدي بتبقى مرتبطه بنوع الاجهاد اللي هو مؤثر، اللي هو ايه؟ النورمال ستريس. وبالتالي فقيمه النورمال ستريس اللي بيبقى متولد على هذا الجزء هو عباره عن سيجما نورمال، ده نورمال ستريس دي تو نورمال فورس، بنديله رمز سيجما ان، ده بيبقى يساوي زائد او ناقص الفورس اف على ايه؟ اللي هي على مساحه المقطع. وبالتالي اشاره الزائد دي لو كانت زياده في الطول، واشاره الناقص دي لو كانت نقص في الطول بيحدث، او بمعنى اخر اشاره الزائد دي مرتبطه بقيمه اف دي لو كانت تنشن، والسالب لو كانت اف دي كانت ايه؟ كومبريشن. ولكن على العموم فسيجما ان دي بتساوي اما زائد او ناقص الفورس على الاريا زي ما هو واضح ايه قدامنا. قيمه الانفعال المتولد عنه واضح قدامنا في المعادله، اللي هو عباره عن دلتا ال على ال نوت او على ال الاصليه. والقيمه دي ممكن تبقى موجبه او سالبه، بتبقى موجبه لو كان الاستريس الناتج عنها موجب، وبتبقى سالبه لو كان الاستريس المؤثر او اللي بينتجها سالب. نلاحظ حاجه اضافيه، ان العمود بتاعي دون لما بيحصل فيه قوه، بتاثر عليه قوه شد اف، وحصل فيه الونجيشن دلتا ال، في الواقع الالونجيشن دي بيحصل في نفس اتجاه تحميل اف، يعني العمود بتاعي بيطول في اتجاه اف. عشان نتخيل دي، نتخيل العمود دون عمود من المطاط من الربر، وبشده فبلاقي بيزيد في الطول بالمسافه دلتا ال، حيث دلتا ال على ال هي بتديني الايه؟ الابسلون اللي هو الاسترين. ولكن في نفس الوقت المقطع، هلاقي ان المقطع بتاع العمود الكاوتش دون هيقل في القطر، وبالتالي النقص في القطر دون هيبقى مرتبط بالزياده في الطول، لان حجم الماتيريال بتاعي ثابت، طالما ان انا بحمل في الالاستيك رينج، لان احنا عارفين ان احنا عندنا التحميل ده ممكن يكون في مدى من في مدى بتاع في مدى الالاستيك رينج، ما يكونش في مدى البلاستيك، لان مدى البلاستيك بيحصل فيه تغير
في بيحصل فيه ديفورميشن، بلاستيك ديفورميشن او انفعال لدن. وده احنا ما بنتكلمش عنه، احنا بنتكلم هنا كل كلامنا هنا منصب على حد المرونه او الوضع اللي بيكون معدن فيه الاجهزات اللي فيه في مجال او في المدى بتاع المرونه بتاعه المعدن، وليس في مرحله الايه اللي دونه. وبالتالي القطر بتاعي بيحصل فيه نقص. لو قلت ان القطر بتاعي بتاع عمود الربر او الكاوتش دون كان دي، فيحصل فيه تغير دلتا دي، طبعا هيبقى بالناقص طالما ان الابسلون اللي دلتا الى ال كانت بالزائد. النسبه بين الدلتا دي على دي احنا بنسميها اللاترال سترين او الانفعال العرضي. والنسبه بين الانفعال العرضي والانفعال الطولي اللي هي بنسميها النسبة ميو، دي اللي احنا بنسميها بواسون ريشيو. ونلاحظ حاجة ان الدلتا دي على دي لما اقسمها على الدلتا ال على ال عشان تديني بواسون ريشيو، لازم هلاقي ليها اشارة عكس اشارة الابسلون. بمعنى لو الابسلون بتاعي كانت موجبة، لازم اللي هتلاقي ان الميو دي بتاعتي هتبقى او الدلتا دي على دي هتبقى سالبة. عشان كده بنحط في اشارة الميو دي اشارة ايه؟ ناقص. ونلاحظ ان معادلة الميو دي اللي فيها اشارة ناقص، الناقص دي معناه مش معناها زائد او مش معناها اتجاهات سالبة واتجاهات موجبة، لا، الناقص دي معناها ان نوع الاجهاد الاكسيال اللي هو دلتا ال على ال بيختلف عن نوع الاجهاد اللاترال اللي هو دلتا دي على دي. بمعنى لو كانت دلتا ال على ال موجبة، هيكون دلتا دي على دي سالبة. او بمعنى اخر، لو كانت دلتا ال على ال ده اكستنشن، يعني حصل فيها زياده في الطول بتاع العمود بتاعي، هلاقي ان هيحصل فيه نقص في العرض قيمته او في القطر دي على دي. والعكس صحيح، يعني لو كان الابسلون دي سالبه، يعني ايه الابسلون سالبه؟ يعني لو كانت الفورس دي بتاعتي اللي هي مأثره على العمود كانت ضغط، فالعمود الكوتش بتاعها هتلاقي قطره هيصغر، وهلاقي اسف طول ارتفاعه هيصغر وقطره هيزيد. وطالما ان الطول بتاعه قل، معناها الدلتا ال بقت سالبه، معناها الدلتا ال على ال اللي هتديني الابسلون هتبقى قيمتها ايه؟ سالبه. في هذه الحاله هلاقي ان الدلتا دي على دي هتبقى موجبه. وبالتالي فالاشاره السالب دي معناها اختلاف نوعيه الانفعال اللاترال او الانفعال العرضي عن الانفعال الطولي. ولازم نلاحظين حاجه، ان الانفعال الطولي هو الانفعال الذي يحدث في الاتجاه المؤثر فيه الاجهاد الذي ادى الى حدوث الاسترين. اما الانفعال العرضي فده بيحصل في الاتجاه العرضي على اتجاه التحميل، او في اتجاه عمودي على اتجاه التحميل. في اتجاه عمودي على اتجاه التحميل. وما ننساش دي، ولازم يبقى دي ايه؟ فاهمينها كويس. وهنا دي توصلنا الى كونكلوجن معين. لو انا خدت الاتجاه بتاع التحميل الاتجاه قفل والاتجاه الرأسي في اي شكل من الاشكال اللي احنا شايفينها قدامنا دي، فهلاحظ حاجة، هلاحظ ان في هذا اتجاه التحميل هيحصل فيه اللينير سترين اللي هو الدلتا ال على ال، والاتجاه العمودي عليه الاتجاه الافقي هيحصل فيه الدلتا دي على دي. وبالتالي لما كانت الدلتا ال على ال موجبة مع الاف، كانت الدلتا دي على دي سالبة في الاتجاه العرضي. وبالتالي هلاقي ان الاتجاه العرضي برغم انه ما عليهوش اجهادات، كان عليه سترين دلتا دي على دي سالب. ودي بتوضح لي ايه؟ نقطه مهمه، وهي برغم ان الانفعال بيحدث نتيجه الاجهاد اللي بيأثر على العينه، الا ان العينه يمكن ان يحدث فيها انفعال في اتجاهات ليس عليها تحميل، زي بالظبط الاتجاه العمودي على اتجاه التحميل بتاعنا دون. يعني الاتجاه العمودي على اتجاه التحميل بيحصل فيه انفعال دلتا دي على دي برغم ان مفيش قوه او مفيش اجهادات مؤثره عليه. يبقى ناخد بالنا من دي، يعني مش لازم ان اتجاه معين يكون فيه انفعال يكون فيه اجهاد. ودي نقطه مهمه. دلوقتي هندرس الحاله بتاعه النورمال ستريس الناتج من النورمال فورس. يعني لو تخيلت ان انا عندي عمود زي الشكل اللي قدامي ده كده، ليه طول معين وليه قطر، وبالتالي هيبقى ليه مساحة A. يعني لو القطر بتاعه كان D، هيبقى الA دي بتساوي باي في D سكوير على 4. هذا العمود معرض إلى قوة شد قيمتها F، وبالتالي أتوقع أن هذا العمود بهذا التحميل هيحصل فيه زيادة في الطول.
وبالتالي الزيادة في الطول هتكون ناتجة نتيجة إجهاد قيمته سيجما ان تساوي زائد او ناقص اف على ايه. في الحالة بتاعتنا دي هتبقى زائد ولا ناقص؟ لا هتبقى زائد، لان القوة قوة ايه؟ قوة شد، وبالتالي يحصل فيه اكستنشن. لو جيت رسمت المقطع بتاع العمود زي ما هو قدامي كده، وهذا المقطع ارسم عليه توزيع الاجهادات، يعني الاجهاد عند كل نقطة. طيب الاجهاد الناتج نتيجة هذه القوة هو عبارة عن القوة مقسومة على المساحة، وبالتالي على وحدة كل وحدة مساحات عليها نفس قيمة القوة المؤثرة. يعني لو القوة دي 100 والمساحة دي 10 وحدات مساحة، وبالتالي هيبقى 100 دي لما اقسمها على 10 يبقى كل وحدة مساحة عليها 10 وحدات ايه؟ قوة. لو القوة دي كانت 1000 والمساحة دي كانت 100 مثلا، هبص الاقي ان كل وحدة مساحاتها عليها 1000 على 100 هتبقى عليها 10 وحدات قوة، اللي هو ده الإجهاد المتولد. وبالتالي كل النقط اللي هنا هتلاقي عليها إجهاد متساوي، وعشان كده التوزيع بتاعه بيبقى توزيع منتظم زي اللي واضح ايه قدامي. وهذا التوزيع او الإجهاد ده ممكن يكون موجب وممكن يكون سالب. في حالة بتاعتنا دي هيكون ايه؟ موجب طبعا، لان القوة قوة ايه؟ قوة شد. وبالتالي قيمة عرض المستطيل ده هو اللي بيدين بتاع ده بنسميه الستريس ديستريبيوشن. قيمة العرض بتاعه ده ثابت اهو، وقيمته اف على ايه زي ما هو واضح على الرسم كده قدامنا. ده يعني ان جميع النقاط على هذا المقطع متساويه في الاجهاد، كلها عليها نفس الايه قيم المتساويه، قيم الاجهاد الايه نفسها. يعني لو خدت نقطه زي نقطه ايه واشوف نقطه ايه دي هي اخد بيها خط افقي، هلاقي خط الافق ده هيتقاطع مع المستطيل بتاع توزيع الاجهادات في عرض هو نفسه عرض المستطيل في اي مكان. وعشان كده بنقول ايه؟ بنقول ان الاجهادات المتولده من الحمل العمودي هي اجهادات عموديه منتظمه، اي موزعه على كل وحدات المساحه بتاعه المقطع بالتساوي. ودي نقطه ايه مهمه. عايز دلوقتي اشوف الاجهاد العمودي الناتج من عزم الانحناء او من بندج مومنت. عشان كده هتخيل قدامي عندي بار، البار ده هو مقطعه دائري قطره دي وطوله ال، مثبت من احد الاطراف تثبيت كامل توتال فيكس من ناحيه الشمال. معنى تثبيت توتال فيكس معناه ان هذا النوع من التثبيت بياخد ممكن يتحمل ثلاث انواع من الرياكشنز: رد فعل رياكشن عمودي ورياكشن افقي، بالاضافه الى بيندنج رياكشن بتاع البيندنج مومنت. وها الجزء ده وانا عليه قوة F على طرفه الايمن، وبالتالي القوة F دي هتعمل فيه هتولد في هذا الجزء عزم انحناء. عشان ارسم توزيع عزم الانحناء هاجي هرسم البار اهو مرة تانية وهحط عليه توزيع عزم الانحناء. انا عارف ان عزم الانحناء عبارة عن force في distance، يعني F في مسافة L. هلاحظ حاجه، هلاحظ ان عند النقطه اللي تتحرك اليمين خالص اف اللي هو خط العمل بتاع القوه اف، لو جبت عند عزم الانحناء هيساوي صفر لان المسافه هنا هتبقى اكس. لو جيت عند نقطه الفيكسيشن اللي على الشمال خالص هلاقي ان المسافه بتاعتها هي ال اللي هي الماكسيمم اكبر طول اللي هو طول البار كله، وبالتالي عزم الانحناء قيمته ايه؟ ام في ال زي ما هو ايه واضح ايه قدامنا. لكن لو جيت عند اي مقطع وليكن مقطع واحد، هلاقي ان توزيع الاجهاد العمودي الناتج هو بالشكل المثلثين زي الواضحين قدامي دول. ليه؟ لان انا عندي عزم الانحناء دون بيلف حوالين المحور اكس اكس. يعني لو تخيلت ان انا باصص لهذا المقطع من السايد فيو بتاعه، فهلاقي ان العزم الانحناء بيشد مع القوة اف دي، بيشد النصف العلوي ويضغط النصف السفلي زي المسقط، زي ايه لو بصيت كان بيوضح من المسقط الايه الجانبي اللي هو المقطع بتاع هذا الشكل. وبالتالي فعزم الانحناء بيلف حول المحور اكس اكس، وهلاقي السهم بتاعه بيشد فوق وراس السهم تحت، يعني الديل فوق وراس السهم تحت، معناها ان النص بتاع المقطع الفوقاني ده عليه شد زي ما هو واضح كده قدامي، وحطيت عليه علامه بلس عند المقطع اللي هو 1 1، والنصف التحتاني عليه سالب زي ما هو واضح قدامي. يعني حاولت اتخيل ايه اللي هيحصل في هذا البار، كما لو ان البار بتاعي ده نتيجه هذه القوه هلاقي نصه النص العلوي، انا بصيت للاليفيشن اللي هو بالطول بتاعه، النص العلوي هيحاول يطلع لبره والنص السفلي هيحاول يخش ايه لجوه.
بمعنى ان في بوزيتيف سترين في النص ونيجاتيف سترين. التحول بين البوزيتيف والنيجاتيف لازم يمر بمكان فيه صفر، وده اللي هو اللي على السنتر لاين نفسه على المحور ايه اكس اكس. في حين عند المقطع 2 اللي واضح قدامنا دلوقتي هلاقي ان في عندي هتولد عندي هنا قيمه اسمها سيجما 2. سيجما 2 دي هتكون اقل من سيجما 1. ليه؟ لان المقطع 2 عنده البندنج مومنت اللي هو الاف في الطول بتاعه، فالطول اقل من الطول بتاع اللي هو الطول اللي هو ايه اللي هي المسافه على البار لغايه المقطع انا بحسب عنده. فالمسافه من عند حرف البار لغايه الوضع 2 اصغر من عند الوضع 1، وبالتالي هتبقى سيجما 2 اقل من سيجما 1، وبنفس الطريقه سيجما 3 اقل من سيجما 2. يعني معنى هذا الكلام ان ترتيب الاجهادات بتاعتي هي سيجما 1 اكبر واحده، تليها سيجما 2، تليها سيجما 3. او بمعنى اخر ان اقصى قيمه للاجهاد هلاقيها عند الفيكسيشن، السكشن اللي عند الفيكسيشن ده هلاقي عليه سيجما اكبر، هتبقى اكبر من سيجما 1 دي كمان. واقل قيمه للاجهادات تبقى عند النقطه اللي بيأثر عندها القوه اف، لان الدراع عندها بصفر وبالتالي العزم يبقى بصفر، وبالتالي الاجهادات تبقى كام؟ بصفر. وبكده يبقى احنا عرفنا توزيع الاجهادات على طول المقطع عند المقاطع المختلفة للايه للممبر دون اللي عليه مومنت. طيب لو انا عايز اقيس اجهادات هنا، يبقى هنا افضل اقيس اجهادات عند المكان اللي فيه البندنج مومنت اكبر ما يمكن. وبالتالي لو انا عندي عنصر زي ده وعايز اقيس اجهادات عن طريق استخدام السترينج جيجز، ألزق السترينج جيجز عند المقطع الأخير أو قريب منه، يعني في المنطقة اللي هي قريبة من الفيكسيشن عشان يبقى المومنت فيها أكبر ما يمكن، وبالتالي الإشارة اللي هتطلع لي بعد كده هتبقى إيه كبيرة، هتبقى أفضل من إن لو حطيتها عند الوضع 1 أو الوضع 2 أو الوضع إيه 3. لو خدنا أي مقطع وشفنا الإجهادات اللي عليه، أي مقطع على المنبر ابتدأ من مقطع ممكن يكون مقطع الماكسيموم اللي هو عند التثبيت، أو أي مقطع لغايه المقطع الاولاني خالص من ناحيه تحميل القوه، بس ناحيه تحميل القوه ده مقطع خاص تبقى الايه مفيهوش اجهادات. ليه؟ لان العزم عنده بصفر، لان العزم عباره عن قوه في مسافه، والمسافه هنا تبقى بتساوي صفر، يبقى العزم بتساوي صفر. اذا الشكل اللي قدامي ده بيوضح لي توزيع الاجهادات عند اي مقطع باستثناء هذا المقطع الخاص الاولاني اللي هو عند المقطع اللي بيمر بيه خط تاثير القوه اف. هبص لاقي ايه؟ هبص لاقي ان قيمه السيجما عباره عن ام اوف واي على اي. ام دي ده عزم الانحناء اللي موجود. طيب عند السكشن الواحد من الشكل اللي احنا شفناه قبل كده، عند السكشن الواحد هلاقي ان العزم ام ده ثابت عند السكشن الواحد، يعني هو اي منبر مكون من عدد لا نهائي من السكشنز، كل سكشن من دول عنده عزم معين عباره عن القوه في المسافه بعد السكشن ده عن خط تاثير القوه. وبالتالي عند كل سكشن، عند السكشن الواحد قيمه العزم المؤثر عليه ثابته. وبالتالي لو بصيت في المعادله بتاعت ان السيجما بتساوي الام في واي على اي، هلاقي ان الام دهيا اللي هو الام بندنج دهيا اللي هو العزم الانحناء هلاقيه عند السكشن اللي انا رسمه ده قيمتها ثابته معروفه اف في المسافه بعد هذا المقطع او السكشن عن خط تاثير القوه. يتبقى لي الواي والاي لنفس السكشن دون ليه قطر معين، يبقى الاي بتاعته ثابته معروفه. الاي بالنسبه للمقطع الدائري اللي هو المومنت انرشيا ده باخده للمحور اللي بيحصل حواليه دوران العزم، يعني العزم هنا في الشكل اللي عندي كان العزم بيلف حوالين المحور اكس اكس، وبالتالي هتبقى دي اي حوالين اكس اكس، واي حوالين الاكس اكس بتساوي باي في دي اس 4 على 64. يبقى اذا الام والاي دول ثابتين. اتبقى لي الواي ديا ده بعد النقطه اللي انا عايز احسب عندها الاجهاد سيجما عن المحور اللي بيحصل حواليه الدوران. يعني ايه؟ يعني محور اللي بيحصل عليه الدوران المومنت هو المحور اكس اكس. يبقى انا لو عايز اي نقطه زي النقطه اللي عندي مثلا نقطه اي دي هي، هلاقي ان النقطه اي دي تبعد عن اكس اكس مسافه واي. يبقى لو حطيت المسافه واي دي في المعادله هتديني قيمه سيجما عند هذه النقطه. وبالتالي يبقى المعادله بتاعت سيجما تساوي ام في واي على اي، دي معناها ان سيجما تساوي كونستنت في واي. كونستنت اللي هو الام على الاي، لان الام ثابته عند السكشن الواحد والاي ايه ثابته، وبالتالي العلاقه بين سيجما تساوي كونستنت في واي دي تعتبر معادله خط مستقيم اللي هو الخط اللي بيعمل اللي هو الخط اللي ايه اللي مرسوم في توزيع الاستريسز على
الشكل اللي قدامنا، حيث الام اللي هي المومنت اللي هو الاف اف ال، الاي اللي هي باي دي اس 4 على 64، والواي اللي هي دي على 2. امتى تكون دي على 2 واي؟ لما اكون عايز احسب السيجما ماكسيمم، وبالتالي فقيمه السيجما بتتناسب مع الواي. اقل قيمه ليها عند الواي بتساوي صفر، فين هي واي بتساوي صفر؟ اللي هي واي لاي نقطه وقع على المحور اكس اكس. وفين امتى هو السيجما تساوي سيجما ماكسيمم؟ عند واي تساوي دي على 2 اللي هي النقطه العليا خالص في اعلى السكشن، وبينهم هتلاقي قيمه السيجما بين الصفر وبين الماكسيمم فاليو زي ما واضح في الايه في الديستريبيوشن اللي عندنا، حيث السيجما هي النورمال ستريس، والفور اف الفورس اللي هو البار لينس، ودي اللي هو الديامتر بتاع البار بتاعنا. وبكده يبقى احنا عرفنا الاجهادات المتولده، الاجهادات العموديه المتولده نتيجه القوى العموديه اللي هو النورمال ستريس ديو تو نورمال فورس. هنتكلم دلوقتي على تاني حاجه اللي هو الشير ستريس، وهنبتدي في الشير ستريس بالشير ستريس الناتج من الشير فورس، اللي هو الشير ستريس ديو تو شير فورس. الشير فورس هيتولد في الجسم عندي لو عندي جزء بار زي دون كده ليه قطر معين وليه طول معين ال، وفي قوه بتاثر في مكان معين وليكن اف دي، فهلاقي ان القوه دي هيتولد فيها عند كل مقطع منها اجهادات قص زي اللي احنا، او قوه قص زي اللي احنا زي الواضحة قدامنا كده بالخطوط البيضة دي. وهذه القوى القص بتبقى مماسية للكروس سيكشن نفسه وليست عمودية عليه، مماسية للكروس سيكشن بتاع المنبر بتاعي، وبالتالي فهي بتؤدي الى ان الكروس سيكشن بتاعي لو كان مربع او لو كان مستطيل او لو كان رباعي بيبتدي ينحرف وياخد الشكل الواضح قدامنا دهون، وبالتالي بيبقى ليه قطرين، قطر دي واحد وقطر دي اتنين، حيث قطر دي واحد بيبقى اصغر من قطر دي اتنين نتيجة تأثير قوى الشير اللي هي ايه كيو. قيمة الجهاد احنا بنسميه تاو، وتاو ده بنجيبه من العلاقة ان تاو تساوي كيو في اس على اي في بي، حيث التاو هو ده الشير فورس ديو تو شير ستريس، شير ستريس ديو تو شير فورس، وكيو دي هي دي شير فورس او قوة القص، واس ده بيسموه الفيرست مومنت اوف انرشيا، واي ده السكند مومنت اوف انرشيا، وبي اللي هو عرض السكشن بتاعي. نلاحظ حاجة ان حساب الشير ستريس من هذه المعادلة بيقوم ممنوط بيه بعض الصعوبات، لان في صعب شوية حساب الاس اللي هو الفيرست مومنت انرشيا، ولو جينا رسمنا الديستريبيوشن بتاعه على السكشن، لو كان السكشن بتاعه مثلا مربع كده هون، هبص الاقي الديستريبيوشن بتاعي زي ما شكل زي الايه البرنيطة، واكبر قيمة دي بنسميها التاو اكتوال، او قيمة الشير ستريس الحقيقية او جهد القص الحقيقي. نتيجة ان جهد القص الحقيقي دون بيبقى صعب حسابه نتيجة الصعوبة في حساب قيمة الفيرست مومنت انرشيا اللي هو اس دون، لان احنا عشان نحسبه بناخد سيجمنت او شريحة على المقطع ونبتدي نكملها عشان تغطي المقطع كله، فدي بتبقى ايه صعبة شوية. فعشان كده احنا في معظم شغل الهندسة الميكانيكية ما بتشتغلش بالتاو اكتوال، لكن بيشتغل بقيمة اخرى مرادفة ليها بنسميها التاو افريج، او القيمة المتوسطة لاجهاد القص. اذا كان اللي قدامنا دلوقتي حاليا ده الاكتوال ستريس اللي هو الاجهاد الحقيقي، والخط الاخضر دون ده خط احنا بنفترضه، الخط دون بشرط ان هو يديني مستطيل مساحته تساوي مساحة الطاقية بتاعت الستريسز. وبالتالي لو جينا نرسم الاجهاد المتوسط الافريج هيلاقيه يطلع لي خط مستقيم زي اللي هو ايه واضح قدامنا، وده معناه ان هو بنفترض ان الاجهاد المتوسط دون اجهاد متساوي على كل النقاط الكروس سكشن، في حين الاجهاد الاكتوال مش متساوي، هنلاقي نقط عليها اجهاد اقصى ونقط عليها اجهاد ايه قليل، ولكن الاجهاد الافريج بنفترض فيه او مبني على اساس ان كل النقط بنوزع عليها الاجهادات بطريقه مستويه. وفي هذه الحاله نلاحظ ان التاو افريج بتبقى قيمته اقل من التاو اكتوال، يعني قيمه التاو المتوسطه اقل من قيمه التاو الايه الحقيقيه. والمعادله اللي بنحسب منها التاو افريج هي تاو افريج تساوي اف على ايه، حيث ده الاريا ايه الاريا او بتاعت الكروس سكشن، والاف اللي هو الشير فورس، وكده كونستانت يعني عاده بيبقى اكتر او اقل من واحد. ولكن اللي انا عايز اقوله ايه، اللي عايز اقوله ايه، ان هذا يكون سبيسيفيك امتى بتظهر قيمته امتى، لما اكون عايز اقارن بين الاكتوال والافريج، ف
فانا بقول ان الاكتوال ستريس بتساوي الافريج ستريس مضروب فاكتور هيبقى اكبر من واحد، او الافريج ستريس تساوي الاكتوال ستريس مضروب في فاكتور، الفاكتور بيبقى اقل من الواحد. يعني ده ايه؟ معامل تحويل بين النوعين المختلفين للشير ستريس. اخر نوع من انواع التحميل اللي احنا هندرسه اللي هو دلوقتي التويستنج مومنت اللي هو بيديني شير ستريس، وبالتالي احنا دلوقتي هندرس ايه؟ الشير ستريس الناتج من التويستنج مومنت. لو انا عندي بار زي دون زي اللي قدامي ده، ممكن يكون عمود، العمود ده هو في الثري دايمنشن هلاقي ليه ثلاث محاور. الكروس سكشن بتاعي على مكون من مستوى موجود في فيه المحورين اكس اكس واي واي، وطول العمود معاه المحور زد زد. وبالتالي لو انا بصيت في 3 دايمنشن الاقي اي ممبر عندي ممكن امثله بالشكل دوت في 3 دايمنشن. طيب لو حصل اي مومنت، المومنت اللي ممكن ينشا عندي ممكن يلف حوالين محور من المحاور الثلاثه، ودي مهمه قوي 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 عشان نقدر نفرق ايه امتى يبقى المومنت اللي عندي تويستنج مومنت وامتى يبقى بيندنج مومنت. يعني اذا احنا بصينا للمحاور الثلاثه وكان عندي مومنت بيلف حواليهم، المومنت ده اما هيلف حوالين الاكس اكس، يعني هيبقى مثلا ممكن يشد من فوق ويضغط تحت بالنسبه للكروس سكشن، او يشد من تحت ويضغط فوق، او ممكن يلف حوالين الواي واي فيشد من قدام ويضغط ورا، او يشد من ورا ويضغط لقدام، او يلف حوالين الزد زد في اتجاه عقرب الساعه او ضد اتجاه عقرب الساعه. يبقى اذا لو العزم اللي عندي او المومنت اللي عندي بيلف حوالين محور اكس اكس او واي واي، او معنى اخر لو العزم اللي عندي بيلف حوالين محور من المحورين اللي بيشكلوا المستوى اللي بيقع فيه المقطع بتاع الجسم بتاعي، بيبقى هذا العزم عزم انحناء، لان تاثيره شد وضغط في اجزاء من السكشن هيديني لينير سترين وبالتالي هيديني نورمال ستريس. اما اذا كان العزم اللي عندي بيلف حوالين المحور زد زد اللي هو الاكس بتاع الجزء نفسه، اللي هو يعني ايه على حوالين المحور العمودي على مستوى المقطع اللي هو المحور زد زد، فده بيديني تويستنج مومنت لان هيعمل لي لي في الجسم بتاعه ويعمل لي فيه ايه؟ تشكل. وبالتالي نلخص هذا الكلام ودي مهمه قوي قوي قوي، ان انا اي جسم في الفراغ ممكن امثله بالنسبه للمحاور ثلاثه، هم المحور اكس اكس وواي واي وزد زد. الكروس سكشن بتاع الجسم بتاعي بتاع الجزء بتاعي بيكون موجود في مستوى، هذا المستوى مكون من محورين من المحاور الثلاثه. يعني في الشكل قدامي المستوى بتاعي مكون من المحور من المستوى بتاعي مكون من تقاطع المحورين اكس اكس وواي واي، وبالتالي بيكون في محور، المحور الثالث بيكون عمودي على هذا المستوى اللي هو المحور زد زد عندي هنا. لو العزم بتاعي كان بيلف حوالين اي من المحورين اللي بيكونوا المقطع او اللي بيكون المستوى اللي بيكون موجود فيه مقطع الجزء، يبقى هذه العزوم بتبقى عزوم انحناء بيندنج مومنت. يبقى لو كان حوالين اكس اكس او واي واي هيبقى بيندنج مومنت. اما اذا كان العزم بتاعي بيلف حوالين المحور الثالث اللي هو زد زد اللي هو العمودي على المستوى اللي موجود فيه المقطع، فده بيبقى ايه؟ تويستنج مومنت، ويكون تاثير بيديني شير ستريس. ودي مهمه جدا في ان احنا عشان ازاي الواحد يقدر يفرق بين التويستنج مومنت والبيندنج مومنت، لان التفريق بينهم ضروري جدا، لان التويستنج مومنت تاثيرها بيديني شير ستريس، بينما البيندنج مومنت سواء كان حوالين اكس اكس او واي واي بيديني نورمال ستريس. عشان ندرس تاثير التويستنج مومنت هتخيل دلوقتي الجسم اللي عندي دون، وهتخيل راسم من الرواسم اللي عليه اللي هو الرسم اللي ايه مرسوم بالاحمر اللي قدامي دون، ثم اثرنا على هذا الجسم بتويستنج مومنت زي اللي ايه اللي مرسوم قدامي ده، وبالتالي فهو ده عزم هيلف حوالين المحور زد زد. فهنبص نلاقي نتيجه هذا العزم هلاقي ان الراسم الاحمر دون هيتحرك ويحصل له لي، بدل ما كان نهايته عند المقطع هي نقطه واحده اصبح هيتحرك نقطه واحد الى ايه؟ الى النقطه 2. ونلاحظ التحرك من النقطه 1 للنقطه 2 ده مع اتجاه الدوران بتاع الايه؟ التويستنج مومنت. ده اللي احنا بنسميه الديفورميشن. وبالتالي لو انا تخيلت ان انا خدت نقطه من اي نقطه اختياريه على السكشن، وتكون النقطه ايه
وهشوف الاجابات اللي عليها، هلاقي عليها النقطه دي لو كبرتها عملتها الانفينيتيزمال، انفينيتيزمال اليمنت بتاعها يعني العنصر المتناهي في الصغر بتاعها، هلاقي انها عليها شير في الاتجاهات وبالقيم زي ما احنا شايفينها اللي هي ايه القيم في موجوده بالاسهم الموجوده على العنصر الصغير ده، حيث قيمه التاو دي هي الشير دي بنجيبها من العلاقه ام تي في ار على اي بولر، حيث ام تي ده هو تويستنج مومنت، ار ده بعد النقطه عن محور الدوران اللي هو محور زد زد، واي بولر ده اللي هو ايه المومنت انرشيا حوالين محور زد زد. ونلاحظ ان قيمه الار ده هي القيمه القصوى بتاعتها بتساوي نص القطر، اللي هي لما تكون ايه النقطه ايه على اي نقطه من النقاط اللي بتكون لي المحيط الخارجي للجسم. اما الاي بولر فهي ثابته للسكشن ده وقيمتها عباره عن باي دي اس 4 على 32، والقيم دي قيم ثابته، وبالتالي فقيمه التاو دي هي هلاحظ ان هي ام تي في اي في ار على اي بولر، الام تي والاي بولر الاثنين دول ثابتين للسكشن الواحد زي بالظبط الام بيندنج والاي في حاله المعادله بتاعت السيجما ام في واي على اي. اما الار هنا هو برضو فدي زي الواي هناك، الار هنا هو برضو مختلفة لان دي بعد النقطة اللي بحسب عندها الشير ستريس عن المحور اللي بيحصل حقيقي الدوران، وهنا المحور بيحصل حقيقي الدوران اللي هو المحور زد زد، وبالتالي يبقى هيبقى بعد النقطة ايه تتحسب من مركز السنتر بتاع المقطع، وبالتالي هيبقى في اتجاه الريديال، عشان كده احنا قلنا هنا ار ما قلناش ايه واي. ولكن الحاجة المهمة اللي احنا لازم ناخد بالنا منها ان المعادلة بتاع التاو تساوي ام تي في ار على اي بولر، لو قارناها بالمعادلة اللي احنا قلناها قبل كده في حالة البندنج مومنت اللي هي السيجما تساوي ام بندنج في واي على اي، هلاقي ان دي بتدي ستريس ودي بتدي ستريس، بس الاولانية كانت بتدي سيجما ودي بتدي تاو، دي اول حاجة. تاني حاجة هلاحظ ان البسط في المعادلتين فيه مومنت ومسافة، المومنت في حاله السيجما هو كان الام بيندنج، المومنت في حاله الشير هو الام تويستنج او تويستنج مومنت. المسافه في حاله السيجما كانت واي لان انا كنت بحسب من محورين من المحاور اللي بيشكل محور من المحاور اللي بيشكله المقطع، لكن هنا المسافه ار لان انا بحسب من المحور والمحور زد زد اللي هو عمودي على الكروس سيكشن، وبالتالي فانا بحسب البعد عن السنتر لاين عن نقطه السنتر بتاعت ايه بتاعت كروس سيكشن، عشان كده يعني في اتجاه راديال عشان كده سميناها ايه ار، ودي مهمه الحاجات دي. كمان ناخد بالنا من ايه لما بقارن بالمعادله بتاعت السيجما ام في على اي والتاو ام تي في ار على اي بولر، ان المقام في المعادلتين هو مومنت اوف انرشيا، بس في حاله السيجما هو السكند مومنت اوف انرشيا حوالين الاكس اكس او واي واي حسب المومنت بتاعي بيلف حول المحور، في حاله التاو هو حوالين الزد زد او البولر، علشان كده بنلاقيه في حاله السيجما بيبقى اي سكند مومنت اوف انرشيا، اما في حاله التاو او في حاله الشير ستريس نتيجه التورك فبيبقى اي بولر، لان انا الهدف عندي انا بقسم على عزم القصور الذاتي للسكشن حوالين المحور اللي بيلف حواليه المومنت، فلو كان المومنت بتاعي بندنج مومنت هيلف حوالين الاكس يبقى اي اكس، لو كان بندنج مومنت هيلف حوالين واي واي يبقى هقسم على اي واي، لو كان المحور المومنت بتاعها هيلف حوالين زد زد يعني تويستنج مومنت يبقى اقسم على الاي بتاعت الايه حوالين زد زد اللي هي الاي بولر بتاعت السكشن. وطبعا من الحاجات اللي احنا لازم نبقى عارفينها ان الاي بولر بالنسبه للجسم الدائري، الاي بولر دي هي اللي هي قدامنا دي دلوقتي حاليا في حاله اللي بنستخدمه في حاله الشير دي بتساوي 2 الاي اكس او 2 الاي واي اللي هو تساوي ضعف السكند مومنت اوف انرشيا حوالين الاكس اكس او الواي واي للمقطع الايه الدائري، يعني اذا كان الاي اكس بتساوي باي دي اس 4 على 2 على 64 هنلاقي ان الاي بولر بتساوي باي دي اس 4 على 32 اللي هي ايه اللي هي باي دي اس 4 على 64 في 2، يبقى عارفين الاي بولر دي ضعف الايه الاي اكس. عشان اسم توزيع نتيجه الشير ستريس على المقطع، هتخيل عندي دلوقتي مقطع دائري زي الواضح قدامنا دلوقتي، وهذا المقطع هاخد عليه نقطة ولتكن ايه، هلاقي ان النقطة ايه دي هي لو كبرتها بره بالعنصر الصغير اللي بره هلاقي عليها شير تاو تاو لان المقطع ده عليه
تويستنج مومنت، وقيمه هذا الشير هو ام تي في ار على اي بولر. والمقطع ده هو او النقطه اللي انا النقطه اللي انا بتكلم عليها اللي هي نقطه ايه دي، هلاقي ان المسافه بتاعتها ايه ار اللي هو بعدها عن مركز السنتر. ليه انا باخد بعد ده؟ انا باخد عن بعد النقطه عن المحور اللي بيحصل حواليه دوران التويستنج مومنت اللي هو المحور زد زد اللي هو عمودي على مستوى اللوحه اللي قدامنا دي دلوقتي اللي هو السنتر بتاع الشكل. وبالتالي فالمسافه ار هي دي بعد النقطه ايه في الاتجاه الريديال عن المحور اللي بيحصل حواليه الدوران. لو اجي ابص المعادله تاو ام تي في ار على اي بولر، قلت الام تي ثابت والاي بولر ثابت للسكشن الواحد، يبقى التاو تناسب مع الار، هلاقيه بيطلع لي شكل زي حرف الكي اللي قدامنا اللي هو. والنقطه ايه دي هي على بعد مسافه ار، فلو حركتها بقوس ركزت في المركز وفتحت فتحه ار ولف بالمركز لغايه لما اوصل على الخط على الخط الراسي، ثم بعد كده اخد من النقطه دي خط افقي هيتقطع لي مع الشكل اللي رسمه في اللي هو الديستريبيوشن بتاع الشير ستريس في مسافه اللي هي المسافه الخضراء دي. والمسافه الخضراء دي بتقرا لي قيمه الشير ستريس المتولد عند النقطه ايه. وبالتالي الشكل ده بيديني بعض المعاني اللي لابد ناخد بالنا منها، اللي هي ايه؟ اللي هي ان الشير ستريس عند نقطه بتوقف على بعد النقطه عن المركز، وبالتالي فكل النقاط لو انا جيت من المركز وفتحت البرجل باي فتحه ورسمت دايره، هلاقي ان الدايره دي عليها مجموعه من النقط، كل النقط دي تبقى على نفس البعد من السنتر بتاع الشكل بتاعي، وبالتالي كل النقط دي هيبقى الشير ستريس اللي عليها هيبقى ايه؟ متساوي. دي اول حاجه. الحاجه الثانيه، عند مركز الدايره الار بتاعتها بكام؟ مركز الدايره بتاعت المقطع يعني الار عندها بكام؟ بصفر، عشان كده الشير ستريس بصفر، وده واضح في الشكل اللي ايه بتاع الديستريبيوشن بتاع الشير ستريس. تاني حاجه، الحاجه الثالثه، ان اكبر قيمه للار هي لما تكون بتساوي دي على 2، لان انا ار بتساوي دي على 2 بتديني الدايره الخارجيه المحيط الخارجي للمقطع، وبالتالي عند المحيط الخارجي للمقطع بلاقي قيمه الشير ستريس اكبر ما يمكن، اللي هي تاو ماكسيموم اللي باينه لي في الايه في الديستريبيوشن اللي ايه اللي قدام. وبكده يبقى احنا انهينا مقدمه عن الاحمال وانواعها والشير ستريس والنورمال ستريس والفرق بينهم، والشير ستريس بيتولد من ايه والنورمال ستريس بيتولد من ايه. وممكن نلخص الكلام اللي احنا قلناه في بعض النقاط اللي هي ايه. اول حاجه ان الاحمال الميكانيكيه عندي اربع انواع من الاحمال، احمال قوى عموديه وعزوم انحناء اللي هو بيندنج مومنت، وقوى قص اللي هي شير فورس، وعزوم دوران اللي هي تويستنج مومنت. النورمال فورس والشير النورمال فورس والبيندنج مومنت بيدوني نورمال ستريس، التويستنج مومنت والشير فورس بيديني شير ستريس. النورمال ستريس تاثيره كسترين بيبقى لينير سترين، الشير ستريس تاثيره بيبقى بيديني ديفورميشن او شير سترين. اي جسم عليه مجموعه من الاجهادات العموديه ممكن تكون نتيجه نورمال فورس وبندنج مومنتس ممكن نجمعهم تجميع جبري ما فيهاش مشكله، لكن لو عليها ودي الحاله دي بنسميها يوني اكسيال ستيت اوف ستريس او حاله التحميل الاحاديه المحور. اما اذا كان الجسم بتاعي عليه شير ستريس ونورمال ستريس، ففي هذه الحاله بتبقى حاله احنا بنسميها باي اكسيال ستيت اوف ستريس، يعني حاله تحميل مزدوجه الايه المستوى. وهذه الحاله لما يكون عندي في حاله الباي اكسس اوف ستريس، فهنا الجسم بتاعي بيبقى عليه شير وعليه او اي عنصر من الجسم بتاعي عليه شير شير ستريس بالاضافه للنورمال ايه ستريس. وده ملخص تقريبا اللي احنا ايه قلناه دلوقتي.